أي ثماثي سماثين أوي قاذا غادي توالين. السلام عليكم ورحمة الله. الزلف الأول مرحبا سيسون ارتزرت المغربية يقهدرن استمازيغ ذا أهي لبوسة قيدي ثاديانت أن الراث في أين عنان النار وغربازي ثمورت النار نغل السيكتور دي ليدوكاسيون أميث ثوالا مليا مثاقين يعني الطاس الغيظ ويقاذي قدشن ذو قلنا راقين فغند باش دينين باللي ماشي ذا الحق ذا شي يضرون ذي السيكتور اجين او حريش اجين اللي ديوكاسيون مي تزرام يعني ماشي تكل تم زواروث ماشي تكل ثان جاروث يعني كل سكواس تغالن ذا المشاكل اجين ولكن لان وقاذا دي قارن وقاذا دي قدشن ذي يعني غارفاز ذي السيكتور ديال ليدوكاسيون ذي ثمورتنا ارد قارن باللي يعني ثغال الا يوني من غير مقارن من غير ايديولوجيك دونك يان كومبا ان كونفلي ايديولوجيك لا يضرون باش اذ وجهن ان راكين التربيه دونك انسي نفهم ذا شي يضرون ذا قلنا راكين التربيه نغرفاز وكذا ويكاذي نعرض الساقي باش ادفكن تمغلين سن لان ويكاذي قلان ذي يعني قدشن ذي لي سانديكا وكاذي يعني قدشن ذا غن ذي السيكتور اكين ليدوكاسيون وهني غادفكن الراي نسن ذا مي كتوالين ان راكي ولكن من قبل نستكشم وكاذا اذا نعرض الساقي غي مسناون نروح نسل ايوا والدنا ثنغلافت نغرفاز نغلا مينيز ليدوكاسيون مسا بن غبريط اولا كيث النثيد وكذا ثان غلاف في التربيه ثمورت فرنسا ادن سلي وولاكين وادن غلارور Comment mobiliser, comment susciter l'engagement afin que une communauté éducative puisse assurer la réussite de ses élèves et assurer en fait la finalité éducative qu'on se donne pour un établissement. Alors sur l'enseignement via le net, on a échangé beaucoup d'expériences et puis surtout on vient de visiter un collège connecté ou avec des moyens qui ne sont pas des moyens fantastiques, mais comment leur usage par les enseignants pour des résultats, et on l'a vu avec les élèves, qui est absolument remarquable. Parce qu'ils ont opté d'abord pour des moyens mobiles qui permettent en fait un usage collectif, mais en même temps varié. Et sur l'enseignement à distance et plutôt l'enseignement via le net, des expériences vont être échangées entre nos institutions et les institutions de la République française. D'abord, il y a une volonté commune de nos deux pays de travailler ensemble en échangeant les experts de haut niveau, en faisant en sorte que sur la question de la formation des formateurs, on puisse être peut-être plus efficace qu'on ne l'a été. On était là pour tirer aussi un bilan, un point d'étape, et on se disait en particulier que plutôt que de former 1000 pédagogues, ce qui ne sera jamais suffisant quand on a 400 000 professeurs, il faut d'abord former des inspecteurs, des encadrants, donc des formateurs qui à leur tour essaimeront. Donc on réoriente un petit peu notre coopération pour qu'elle soit plus utile, mais sur tous les sujets, enseignement du français, enseignement de la langue arabe ici, nous avons une volonté d'avancer. Je crois que ce rendez-vous a été très... مرحبا سي سون ثقل النظام وكذا ول يتسلم ذا ول ثان غلاف ثان التربيه ما سبن غبريط وكذا ثان غلاف ثان التربيه تمورث فرنسا ام كي ودني انسياد نفهم ذا شي ضرون ذي وناراكين نغرفاز نغ ليدوكاسيون وكذا وكذا نعرض دفكن ثم غولين سن ذا شي ضرون لان وكذا دي قارن باللي الا يوني من غير مقارن لو كونفلي ايديولوجيك ام كي لاق هذه روح يعني هذه وجه السيكتور اكي الفرحه مقراني قلاني كيذنا مس عبد الوهاب زعتري ولاد انت يعني ذا سلمات ذي سداويث يعني لي بروف على لونيفرسيتي يسعى الطسن التجربه ليكسبيريونس ذي الدومين دي ليدوكاسيون يديك شمني كيذنا سي قسنطينه سي عبد الوهاب زعتري السلام عليكم ازول فلاك وعليكم السلام ورحمه الله ازول فلاك لكم ولجميع المشاهدين بارك الله فيك سي عبد الوهاب نشكروك على الحضور سي عبد الوهاب يعني سمعت تصريحات يعني بن غبريط يعني وزيرة التربية ويعني كثر الكلام في هذه الأيام والأسابيع الأخيرة يعني باللي فيه صراع إيديولوجي في هذا القطاع يعني واش رأيك سي عبد الوهاب؟ نعم هذا صراع قديم
ولكن مع مجيء السيدة نورية بن غبريت كوزيرة زاد هيجت هذا الصراع وعطات له بعد أصبح يخيف أكثر العائلات، يعني الجزائرية اللي عندهم أطفال يتكونوا في المدارس الجزائرية. نعم. فهي يعني جات في وقت وإن زادت، وكان يعني الجزائر في السنوات الأخيرة هذه مالت ميول كبير نحو فرنسا مش نحو التغريب، لأنه هو المشكل الأصلي في الأول وهو منذ سنوات كان مشكل بين التغريب والتعريب بين العربية والإسلام، وهذه مثلا اللي يعتبروها مثلا أصحاب المضادين لها يعتبروها تخلف، وأصحاب الفرنسة والتغريب اللي يظنوا باللي هما متطورين ويعني يشدوا في حاجه اللي هي مفيده، مثل يعني قسموها الى اثنين وحايد يشوفوا باللي اصحاب العربيه متخلفين واصحاب العربيه يشوفوا باللي التغريبيين يعني لا اصاله لهم. وهذا هو مشكل قديم يعني من وقت الامير عبد القادر وربما من قبل ووقت بن باديس الى وقت الاستقلال الى يومنا هذا. يعني هذا المشكل دائما الصراع بين التغريب والاسلام والتعريب. فالمشكل ان هذه السيده هذه زادت يعني صبت الزيت على النار، لان سياستها مش واضحه، هي اصلا لا تفقه حتى اللغه اللي يعني مفروضه على يعني يتعلموها الاطفال اللغه الوطنيه، يعني ولا اللغات الوطنيه ما تفقهمش وما تعرفهمش، وهي تدخل في امور اللي اصبحت ايديولوجيه وتمس الهويه الوطنيه، يعني الهويه نتاع الجزائريين. هذا هو يعني اساس المشكل. نعم سي عبد الوهاب، يعني شفنا صحيفه البلاد اليوم يعني في اولتها يعني لايون يعني فيه عنوان عريض النقابات تستنجد بالرئيس لحمايه المدرسه بن غبريت وقعت قرارا سريا لتطبيق الإصلاحات الجديدة. يعني ما هي هذه الإصلاحات وعلاش يعني وقعت في السر؟ نعم هذا باين مادام وقعت في السر، اولا لان ربما لا يوافق عليها اغلب الناس، يعني اولياء التلاميذ و مثلا النقابات والمفكرين الجزائريين واصحاب الراي والمشوره. لهذا السبب هما يديروه سري، وكما كنت نسمع يعني في الشيء اللي عقبتوه مع الوزيره الفرنسيه. يعني واش نحتاج احنا في وزيره فرنسيه جيتنا عتنا يعني كي تعلم وزيره جزائريه كيفاش يعني ربما امور تقنيه ممكن، ولكن يعني باش تجي هي تنعتنا كيفاش نديروا المدارس نتاعنا؟ هذا يعني غير مقبول. يعني افترض ان بن غبريت تروح الى فرنسا وتعلم يعني الفرنساويين كيفاش يربيوا اولادهم وكيفاش يمنهجوا المدارس وكيفاه يطوروا لهم مثلا المدارس نتاعهم، هذا غير مقبول. هو اساس القرار هذا انه ندار سري، لان هذا هو احنا نطالبوا بلا ترونسبارونس وهذا ضد لا ترونسبارونس يعني من جهه، وثانيا يعني هذه المراه هذه يعني هي مصير الجزائر كله مرتبط بهاد الاطفال هادو، يعني مصير ومستقبل الجزائر مرتبط بهاد الاطفال. وقضيه هويه، اذا لازم المشاوره للشعب الجزائري كله واتفاق يعني اغلب الشعب الجزائري على الاقل، ثم يجب ان نعرف واش رايحين يمدوا للاطفال اطفالنا، يعني اطفال الجزائر هادو واش رايحين يقريوهم واش رايحين يستفادوا من هاد القوانين هذه الجديده. وهذا الشيء هذا يعني غير مقبول تماما. واما نقطة ثانية أخرى يا أخي ناصر، نعم. لما الناس يعني لما النقابات وأولياء التلاميذ يستنجدوا برئيس الجمهورية، هذا أيضا غلط، لأن هاد الناس هادو عارفين بلي رئيس الجمهورية هو أول من شجع الفرنكوفونية، هو اللي يداوي في فرنسا وهو اللي يحب الفرنسية وصرح حتى في بلدان مثل اليابان، أنا أتذكر أنه كان يشكر الثقافة الفرنسية، لم يشكر الثقافة العربية ولا الأمازيغية اللي هي أصلية فينا، هو كان يفتخر وكأنه فرنسي. يعني هذا الرئيس هو اللي شجع، والوزراء نتاعو كلهم يتكلموا الفرنسية مع شعب، وهو شخصيا يتكلم الفرنسية مع الفلاحين ومع بسطاء، ناس بسطاء لا يفقهون يعني شيء في اللغة الفرنسية. فإذا هذا النداء لرئيس الجمهوريه لا قيمه له اصلا، لان
هو السبب في هذه. لو كان هو رئيس جمهورية يعني يقوم بالواجب نتاعو على الدستور، لكان رفض هذه التغييرات، ولا كان فرض على الوزراء نتاعو يعني الشيء اللي لازم يفترض. يعني في العنوان يعني صدر في شروق سي عبد الوهاب من بين يعني هذا البرنامج السري إلغاء مناهج 11 مادة في التعليم المتوسط، منهم يعني من يقول من هذا يعني من هذه المادات التربية الإسلامية. نعم، هو هذا هو الخوف الحقيقي، لأن الناس هذا أولا ما طلعناش 100%، ما نظلموش المرأة هذه، لأن ما طلعناش 100% على هذه المواد بالضبط يعني بدقة. ولكن اللي واضح من 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 السيدة هذه أن التوجه نتاعها يمس بالهوية الجزائرية بطريقة أو بأخرى، وهذا هو التخوف نتاع الجزائريين. يعني هذه المرأة تخدم في الظلام، هذه نقطة تكلمنا عليها يعني. وثانيا هذا شيء يمس بالهوية الجزائرية، يعني احنا مثلا لما تقول لك اللغة الفرنسية إجبارية في الامتحانات، في امتحانات التوظيف، لما تقول لك الناس خايفة أن تنحي يعني التربية الإسلامية كمادة في الامتحانات نتاع هذو التلاميذ، هذا يمس في الشخصية الوطنية، لأن احنا اليوم عندنا مشكل كبير مثلا فيما يخص الإسلام. هو المرأة هذه وكأنها يعني تقول بأن العربية تؤدي للإسلام، والإسلام يؤدي إلى، تستنتج باللي الإسلام يؤدي إلى كما نقولوا احنا الإرهاب وهذا والتخلف. هذا هو المنطق اللي الناس متخوفة منه، الاستنتاجات اللي تديرها من المرأة هذه وكأنها هي تتكلم فرنسية، إذن تستنتج باللي هي متقدمة على اللي ما يتكلموش الفرنسية، وفي هذا الحال العربية تؤدي للإسلام، والإسلام يؤدي إلى الإرهاب والفقر والجهل. فإذا لازم نقصوا العلاقة هذه بين العربية، نحطوا الفرنسوية، فإحنا نصبحوا ربما متقدمين. ولكن 50 سنة استقلال وإحنا نخدم باللغة الفرنسية، والله ما شفناش التقدم هذا يعني، وما شفناش هادو الفرنس اللي يتكلمونا بالفرنسية، هاد الوزارة مثلا يحاسبوا ذاتهم، ولما يفشلوا مثلا يتخلوا كما الفرنسيين يتخلوا على المناصب لما يفشلوا. يعني فيه أسماء سي عبد الوهاب زعتري، يعني فيه لجنة سميت بلجنة إصلاح قطاع التربية في الجزائر 2016، يعني من بين هذا الأسماء يعني نرى أنها أسماء كلها فرنسية، يعني في شابو جون كلود، ماركي كريستوف، تريون دومينيك، بلويا فيرونيك، ريغا بيير، يعني كل الأسماء اللي عندي في هذا القائمة كلها فرنسية. يعني كيف هذا هو اللي جعل الخوف نتاع الجزائريين يعني في محله. يعني انا شخصيا اخي ناصر، انا يعني الفرنسية نكتب بها وندير بها الكتب ونكتب بها مقالات في المجلات، ولكن لما نرجع للهوية فانا عربي امازيغي مثلا، انا نشوف في روحي يعني ولد الوطن، هذا ما نحتاجش جون كلود ولا بول ولا مارتن ولا يجي يعني يدير لي برنامج، لان انا ادرى احنا كجزائريين ادرى بمصلحتنا وبمصلحه اطفال الجزائر. فهاد الناس يعني هذا دليل اخر، لما تلقى الاسامي هادو هما اللي رايحين يوجهونك الاطفال نتاعنا، تعرف باللي احنا مازلنا مستعمرين، والناس هادو اللي حاكميننا هما اللي يديو فينا باش اصبحنا مقاطعه فرنسيه. يعني ويا ريت هما كانوا في المستوى، هاد الناس اللي يديو فينا الوزراء والنواب، يا ريت كون كانوا في المستوى نتاع النواب والوزراء الفرنسيين او غيرهم. يعني سي عبد الوهاب عندي سؤال، ولكن معليش تقعد معنا. السؤال هو يعني انا نشوفه باللي يعني التاثير الفرنسي في يعني خاصة في الاقتصاد يعني الجزائري، فيه كثير من الشركات الفرنسية يعني أعطت لها الأولوية باش تكون في المجال الاقتصادي في الجزائر. هل راك تشوف باللي أن فيه تأثير حتى في المجال التربية؟ نعم، هذا كل شيء مرتبط ببعض. يعني شوف خلاص القضية هذه، علاقتنا مع فرنسا، أن هاد الناس اللي حكمونا هما عناصر يعني الانتماء تاعهم لفرنسا أكثر من الانتماء تاعهم للجزائر. هادو ناس
لما كانوا رجال مجاهدين حقيقيين كانوا يموتوا ويجاهدوا يعني حق الجهاد باش يحافظوا على الحريه نتاعنا حنا يعني الاجيال اللي جات بعد الاستقلال، ولما كانوا يموتوا كانوا يفرطوا ويضحيوا باطفالهم بمالهم بقيمتهم بكل شيء، كان هذا الشيء كل داروه باش حنا نكونوا احرار وتكون لنا هويتنا الوطنيه الخاصه بنا كجزائريين. الامير عبد القادر لما سالوه قالوا له علاش الاتراك ولا علاش ما حاربتش الاتراك وحاربت الفرنسيين، قال لهم هذه قضيه هويه لان الاتراك ما جاوش غيروا لنا المناهج مثلا تاع القضاء والحكم الاسلامي وكذا، قال لهم لهذيك كانوا ضرونا مثلا وتحكموا فينا الاتراك، ولكن لما ما قاسولناش الهويه نتاعنا صبرنا عليهم حتى جا يوم وزالوا. ابن باديس مثلا حياته كامله هو جاهد، 50 سنه حياته كامله يعني هو جاهد غير على جال الهويه الاسلاميه، ولولا يعني هذه جمعيه العلماء مثلا وكتبت عاودت كتبت التاريخ تاعنا وكل كانت الشخصيه تاعنا طمست، واليوم حنا ربما اللي اسمه عبد الوهاب هو اسمه جون واللي اسمه محمد اسمه الا الى اخره. سي عبد الوهاب اقعد معنا لو سمحت، لو سمحت اقعد معنا. نسعاك مثلا فرغينيس نبيل ذا سلمات ذي لا سيغاتا مقارن يعني لا كونفدراسيون جينيرال اوتونوم دي ترافايور الجيريا، ولاد انت يعني من زمان دينيني الشيخ ديال القرايه ستام بروف سينا سي فرغينيس. السلام عليكم ازر فلاك. اي تسلى ضاك ما فرقيناس دي تصوض على الصوت مليح مليح ان شاء الله تيد نطف ثيكلت النظام يتمثل نعم مزمر ما سيولم ذي الكونترول باش ادي فغ الصوت خير. ادنو غالر الاستاذ عبد الوهاب زعتري. استاذ عبد الوهاب زعتري يعني انت يعني السؤال اللي طرحناه اليوم يعني على الصراع، يعني هل فيه صراع ايديولوجي؟ وانت راك تقول فيه صراع ايديولوجي، وهذا الصراع يعني زاد حده في السنوات هذه الاخيره. نعم في السنوات هذه الاخيره يعني مع حكم بوتفليقه يعني بالخصوص هو عنده توجه يعني فرنسي، هو باين منه انه يحب فرنسا يداوي في فرنسا يتكلم يحب اللغه الفرنسيه، يعني المجموعه اللي جابها الى الحكم كلها يعني تتكلم معنا بالفرنسيه وكاننا حكم كولون جديد، يعني استبدلنا الكولون اللي كانوا من الفرنسيين والى اخره استبدلناهم بكولون جديد وهما هذو البوتفليقيين، يعني الطائفه هذه اللي سيطرت ومش حابه تترك مثل بالضبط الكولون ما حبوش يخرجوا من الجزائر، ولو ان النظام الفرنسي يعني الفرنسيين الاصليين اللي بقوا في فرنسا لما بدات الثوره وبدات الكلام على الاستقلال هذوك قبلوا انهم يعني قبلوا يمدوا الاستقلال للجزائر، ولكن الكولون اللي كانوا هنا في وسط الجزائر قال لك احنا مستحيل نخليوا الخيرات هذه والسلطه هذه ونخليوها لهذا الفاطمه ومحمد الى اخره. هاد الناس اللي اليوم حاكميننا وبوتفليقه يعني يمثلهم تمثيل تام، هادو نفس 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 الطينه، يعني هادو عباره على يعني كولون جدد وهما وجزائريين يعني ادعوا بانهم جزائريين. هذا والصراع ايديولوجي، لان راك تشوف يعني اليوم الربط نتاع الايديولوجي جاء بان اللغه العربيه، هذا هو الاستنتاج نتاعهم، اللغه العربيه تؤدي الى الاسلام وتقوي الاسلام، والاسلام يؤدي الى هذا هو يعني النقطه الاساسيه، يؤدي الى الارهاب ويؤدي الى الفقر والى الجهل، فاذا لو نقص اللغه العربيه نقص هذه المشاكل كلها. اما اللغه الفرنسيه فهي لغه العلم ولغه النور ولغه يعني الذكاء وكذا، فاذا ارتبطنا بهذه اللغه فاننا يعني مصيرنا اننا نتقدم ونصبح متطورين مثل الاوروبيين والامريكيين. نعم سي عبد الوهاب لو سمحت يعني قعد معنا نرجع ليك. سعى يغال دقمة ناغ نبيل فرغيناس مكيد نيغ ذا سلمان دي لا سيغاتا مقارن لا كونفيدراسيون جينيرال اوتونوم دي ترافايور الجيريا وكي يعني ذا السنديكا. سي نبيل السلام عليكم مازو الفلاك. السلام عليكم.
Et mazal sauf Aïd Sallada, c'est Farguinès. Surtout dit le Hakara, mais malheureusement, ce Mahana, apparemment, il y a la ligne à Guin, ou le Haran, avec Bachet Adnfahem, Awalinek, Amasnabil, Adoral, il se met en Amazon, le Matsioulem, il y a un gars d'addiction, Nidanik, non, mais il y a Adoral, Armas Abdelwahab Zaatri, si Abdelwahab Zaatri, يعني كيفاش راك تشوف يعني هذا السيكتور يعني بارمي دوتر سيكتور بزاف اللي نتكلموا عليهم يعني هو العمود الفقري اللي يكون تنهض به الدوله ولكن رانا نشوفوا باللي هذا يعني القطاع يعني مثل يعني لي زوتر سيكتور يعني مشاكل كثيره يعني وعلاش وصلنا لهذا الدرجة تاع المشاكل هذا من الضعف والهوان يعني نتاع النظام الجزائري وايضا يعني نقول لك فيها مسؤوليه كبيره علينا احنا كمواطنين لان احنا اليوم بين نارين يعني عندنا ضعف نتاع النظام الحاكم هذا وهو نظام فاسد وهو نظام فاشل وهو نظام لا يبحث الا عن المصالح الخاصه نتاعو يعني السيطره ولا يهمه يعني اي هويه يعني هو الهوي ما عندوش هويه اصلا هو هويته المال والهروب من بلد الى بلد لو يعني تتعكر الجو في البلد هذا هذه النقطه الاولى ثانيا كما قلت يعني اساس الدول والقوه نتاعها هو في الاطفال وفي التكوين نتاعهم يعني التربيه هي اساس كل وانا يا رب يا ليتنا مثلا شفنا مثلا انظمه نتاع التكوين نتاع الاطفال كما فنلندا ودول اللي ماش دول استعماريه اللي مثلا فنلندا النظام التربوي نتاعها انجح انظمه مثلا في العالم مثلا هذو ما نشوفوش ليه نعرفوا الا فرنسا يعني في الطب فرنسا في التعليم فرنسا في الصناعه فرنسا في التجاره فرنسا اصبحنا يعني مقاطعه فرنسيه هذا والنقطه الاساسيه ايضا يعني هو اننا هذا يعني احنا ثاني كمواطنين ماناش قايمين بالواجب لان الخطر امامنا داهم علينا وحنا وكاننا يعني لما انا لهنا نشوفوا الناس كل واحد يعني وكانه لا يستطيع ان يفعل شيء فالضرر اللي جاي من النظام الحاكم هذا زيد له هذا الفشل نتاع المجتمع يعني مثلا نتاعنا اللي ما يتعاطفش مع بعضاه ومثلا وما يتحدش مع بعضاه امام امور خطيره مصيريه مثلا تقيس اطفاله شوف العنف شوف مثلا اللي صاير في الاطفال شوف مثلا كيما انا عندي هنا وين نسكن في جوار وين نسكن الاطفال عاد فيهم القمل يعني عاد ما يقدروش يدخلوا المدرسه لان القمل في راسهم يعني هذو الدوائر شفناهم سنوات الاستقلال يعني زدنا رجعنا للقمل في يعني لي بو في راس رؤوس الاطفال تاعنا يعني نعم سي عبد الوهاب يعني لو ممكن سي بو بوفي ريستي افيك نو لو سمحت نروح على مثلا غيدي يدير عاشور ذم سلاذ ذي وسقامو تسناوين نغلي ليسي لا سي على الكونسي دي ليسي دالجيري قلاني كي نغسل الجزائر سي يدير السلام عليكم ازول فلا يدير عاشور ازول فلاك سي يدير عسل ما ينك اكيد نشكر اتص ازول فلاك اكيد نشكر ما يدكش ماذا كي ذلا سي يدير يعني كتيني فوزات مومبر دو لا سي ال مقارن الكونسي دي ليسي دالجيري نفاك انا ادنو غال يعني فاش يضرون ذي غنار اوغارفاز نتبورثنا نار سيكتور دي ليدوكاسيون vous avez fait une déclaration خدمه مي وثلا ديكلاراسيون عند ثولام باللي يعني تخدم من كونستا امير افشو اي ضرون دو غوارفاز تمورث النار نار السيكتور دي ليدوكاسيون يعني ذا شوز مرضى دي نيض اما سيدي شافني الناس مخدم يوم كل كونتر يعني عند ان صوت باللي لا ريفورم دي سيستم ايديكاتيف qui a été entamé, ça fait plus de 10 ans, est un échec complet du système éducatif. Ça fait
سنينية كان هندس مننا أعطي لقد نخدم من قيم باش الإصلاحات هاي نخدم متى نبتوي انت راو ليسوه غرا وغريب نتن ولا معنى طولا أرمي داس جسم زمردني الحمد لله صوتا من كونستا أسن من نسخي دي جس سنين بالليك لرفورم سنتاني شك إذا شو ونشتم تراجع لكل الحلول على غد السن الكورة فإن ناج نخدم تلك الرفورم بدون تبيع وانت الوالة ونعلم لشي قلن الزخن نسن وشدنيني ملهان نقول لهم ترى بين عن مسيود العاجر بالليك مستوط بالليك نخدم نتيا يسكسب السيستم إديكاتيف الجريع إيه فغير كان الدغالة أما سيدير يعني غف في الخبر دي فغن ديون وغميس تمور الناغي هضرت باللي ما سبن غبريت ثان غلاف الامور التربيه وغرفاز يعني وقعت قرارا سريا لتطبيق الاصلاحات الجديده اسك الخبر كي يعني الا في ذي تذقس يعني نشام دي ورق مصبر يعني كل شيء ما ضم بالغبريت إيه. الى قدموني للحكومه اللي تسيدينا تعاون سلطة للشرك تخدم إن كوميسيون لا كوميسيون نكتب لا ريزلتا دولا لا ريزلتا وشتين غير نبغى نخدم عند العالي النغديري إلا قد صعوك جريفة سنين إيه لأن مجتمع زالك نتعرى جريفة سنة وشو أقنيني مد العالي النغديري نتمنى باللي كي نخدم لكن نتبينة سنة باش جهل كان السيستم إديكاتيف جستر وفلس بالدواء في الهان بس ما نستوت نداوي الحاجة من علم تهلش إذا قد زناف الدواء أتي لأقل وشا تنسوجي توايا يدسكنا كي والعام زرا بشوت كنك عاجل أقل نغم شي تفور صوت نتبغر بميني أبدا مدلعالي تنغذيري إذا قد نوالي نعم وشو أدميني مدلعالي تنغذيري السيدي ديري وكذا دي قارن باللي إلا إمن غير مقارن يعني أن كونفلي إيديولوجيك سيوث الجهام يعني فغانا دوجهن البرنامج جاكين التربيه نغلو لو بروغرام ديدوكاسيون الجيريان يعني ارث يوث تمورث انفرا بلك كي تري لوان دو لا رياليتي دو لا بيرسوناليتي الجيريان نغل الواقع الجزائري اذا شو ادي نضق ولاك يعني شتا رد دافيان بونسي بون كون زرارا يعني حسب ان جينا للوزاره الحكومه ان بكون هذا البروغرام ان شاء ولي ديمار الهويه الجزائريه نغلي بونتيتي الجيريان امشي لا ما نجزيجا امشد لها لا كمزوره ولا كندير اصلاحات كمزوره دونك على حسب الهضور نتاع بغانا من ام بليس الهويه الوطنيه لي بونتيتي ناسيونال بون لو بروغرام سكولار اي غار Parce qu'on voit le système éducatif de point de vue scientifique et de point de vue du savoir, comme un lieu de transmission du savoir. Et voilà, mais là, c'est pour transmettre du savoir. Du savoir-faire et du savoir-être. Mais le choix d'arrêter les Algériens, l'idéologie, hein? Parce que le problème du système actuel, c'est un problème idéologique. Donc, on dit, voilà, un snuff de l'âge ou la chita. ولكن سيدي نعم السيد تهضر دا في يعني الكونفلي ايديولوجيك غير دو غالا اريون يعني اسمه وين دي نون اللجنه مسمى لجنه اصلاح قطاع التربيه في الجزائر 2016 دونك يوسف قساقي اللي اسمه وثقير دي فغن ذي اللجنه يقي يعني نتواليو كذا روميين اسك الجزائر والسعاره يعني دي سبيسياليست اين يعني ان ليدوكاسيون ناسيونال باش هذا فين ذا شو ايتي شغل على حسب اي سلاد وين رجعوا في الفلسفتين لي زيكسبار فرونسي ديال مثال يمكن سونك دي زيكسبار كان دي تساوي لي زيكسبار غير كولتور اكسترا
تورتوني ان كونتوني بور لا ريفورم ايديكاتيف. اي غاريوك ذيروميا سيدي 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 سمحي سمحي يا سيدي. يعني لا مينيستر ديديكاسيون اي سون سا ما نبدو سحنا دون لو كادر دي ديفيرونت كونفونسيون سيني الجزائر الوحي سموت من فرنسا جاينا على الصحه جاينا على الفلاح جاينا على الصناعه جاينا على يعني سولي سيكتور معنا بسحنا دون كادر دي ديفيرونت كونفونسيون سيني انتر لجيري لي ديفيرونت بي نعم السيد يرقمي كيدنا غادو غالا غالغور مولا شو غيليف يسد كيدنا الأستاذ محمد الحسن كيلال ذيوني كسا ولكن كنت أمسك كان وكيد سعد عوالي اسيدي القيمه كي ذنا قيمه كي ذا دوغال غرغورك ما ولا شغلي في مال لان كرات نقاض يعني في غضض هضرت في لاسن دوغال غرغورك اضرو حق الاستاذ محمد حسن كيلال ذي ونيكس عن تجربه مقرث مليحه الى عنا نغرفاز ليدوكاسيون. استاذ محمد الحسن كيلال السلام عليكم ازل الفلاك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا استاذ محمد الحسن كيلال ادو غالا كان الغور كار تجربه بينك يعني غين يعني نغار فاز دي تمورت النغلي ديوكاسيون يعني ذا شيء ضرون ذي السيكتور اكين اتصل دي قارن يعني السيكتور اكي هلك الا ذي الصراع الايديولوجي اسك يعني وكي ضرايك وف كان ثم غولين كاستاذ محمد الحسن. Alors, nous, qui est le Hayatéoque de l'éducation, surtout de 1922, بالنسبه للدير سموش افريل افريل يعني ما بين غادي التوجه الاقتصادي في دوزان تاع 80 الى افريل افريل ذاك الدير الى سميش سميش لي سيكتور استراتيجيك تبع سميش استراتيجي ديفلوبمون كي غادي ينخضع التوجه الجديد الى هنا سميش سانكيام كونغري اللي قال بارتي يونيك في تسمين تورا قال بارتي يونيك بارتي يونيك من بارتي يونيك هو إلا ولاش الفيد ولاش الفيد ديما لا إلا بارتي يونيك الكوميتي سنترال إما ديك من البروغرام من داكلاس بنزاهو الديريكتور تورا يفرد زاكس القوة فام قوة لا ماجوريتي ابسولو يعني داخل الكوميتي سنترال والقبيلة افريل بنزاهو. المهم تكون في تجربة المدرسة الأساسية في الحال في الدور بلي تخدم تصل النتائج يعني في الدور بلي دابور تكون ليميت النخبة اللي كادر الجاير يقدر تقريب باش تكون اللي يكون الجزائري المدرسة الجزائرية التربية خاطر كل المالور سيك العالم كيف لا تعيش بليزيور ايكول الفكر التربوي تصل ليكولات لانجلو ساكسون ثم ليكول الالمان ثم ليكول فرنسا ليكول فرنسا كنا تساينات بو فرنسا خاطر تصحيح بلي كانت ديما ساعة العلاقة فرنسا خاطر فرنسا توجور ديريير تولي بروبليم ديال الجزائر الو تشجع يقال لا فورماسيون كان كان يقالي دوكا نغير شكاع كندا الناس مالك الدوجي اللي بغا نقول لها فيكسن اخر بوفير دوكان ودي انا فاكر تجي باغي 10 كان ما طلعش الوقت اللي كتر فاكر زاني كتر فاني ما طلعش ما تسرش زاكي مش نون اللي كادر اسرائيليين يخدم فيونا ديال المناهج ديال الكريكيلوم لا ديال البروغرام هذا التاوز يسن لاني قال لي موت في الاحمر بين اللي قال لي مازال في الحي اللي قال لي مازال في الحي وزما
زعما غادي نغير الزوخنسيس اللي هو سميت مخلوف زموري. شو راه هاد المشكل مخلوف زموري؟ مخلوف زموري اللي بدي يوصل جبار وجبار دوك واحد الزبوريات اللي بدي كمستشار بارلمان وزير التربيه الوقت اللي يلاقي زموري مخلوف راه وزير التربيه. معليش المهم شي جبار تاع بشر خير من فرنسا تسجل ناسيوناليتي فرونسيس يساوي لها سنين دوكاني ويون دوكليس يكسر الشهاده عليها بلجيكا باش يدرس لي بروغرام ديالهم كان سنين في نفس الليل. الدكتور اللي بلجيكي يقول لها شي جبار إن صحاب الخدمه خاطر وني يكون كاين مسيو زموري الجامعه بروكسل انت نسكشف في الملك تاع التخرج نتاعو هكا احتاج ستة باش نسلم رئيس مصر المغرب يسلم بلي مخلوف زموري مازال في الحي مازال يخدم في اليونسكو انت يخدم لي بروغرام بليزيور لبنان كما تصدموا افريقيا لا معنى الوزاره الجايه ولا مخلوف زموري اي غلط مخلوف زموري لما غاد الغويرين اللي غادي بلي اللي قال لي يقبوسهم كان يدري اسمه لي شابو رحمه الله يدري اسمه لي شابو يولي تكون يقول كل الالمان خدمة غادي يسمتي يقول مشروع البحث باش يجاب داخلين المناهج راموني انتيريور دو كيريكيلو صافي الان قول بلي كان نخدم شاد قسماول يكزم على الظلم ظلم تشحنا فريد الى كل الجزائر لا معنى ولا سرق سوق وعلى قال المثل قال المثل اخر انت كان كان يوصل النقطة بين كيكا دار وسائل الاعلام كذا لي فرونسي كي تقولنا كي ماشي لي فرونسي راه يخدم لي بروغرام مع لي كيلو كيلو خاطر قال لك انفورمي لي فورماتور تكوين المكونين يعني نكون لي زانسبكتور الطائق في لي ميثود بيداغوجيك مي لي بروغرام لي كيلو كيلو لي زوين تكلفهم شي سن يقول لك تورا اني سارسنك تقول لي نو سي كون الجيريا اللي دي ماري نابري انديبوندونس ساشين سي نقزان يو نقزان المدرسه العربيه الاسلاميه يعني جمعيه العلماء المسلمين الجزائريين المدرسه الاسلام المدرسه الفرنسيه المدرسه الفرنسيه قال لي تشاك المدرسه الفرنسيه قال لي كادر قال لي النخبه اللي قال لك تكون بليكول فرانكو ميزيلمان اللي قال لك غان كليسي فرانكو ميزيلمان باقي وذاك طاشي وطني نزيك شنو طاشي يعني تشد عن مليح شعاف ما كاينش رومي دائما نلا اما نفغام ونفغيوها الداخل اللي يكون فرونسيز خاطر لا قلت حقيقه لا قلت ولا شيء مازال العالم العربي والاسلامي ولاش نيكون ولاش مدرسه تربويه شفت المفهوم الفلسفي للكلمه اي غرا اشي استاذ الاستاذ الاستاذ محمد الحسن كي لا سمحي لي معك ولي يعني من ولي من غالرد في رد قرض ولاش يعني المستوى ذي الوقت ثقي ولكن من غالرد في يعني ليكول الجيريان ثلاث سوا سنس النيفو ينس خاصة ذي سبعينات نا ثمانينات نا يعني لي زاني 70 لي زاني 80 ليكول الجيريان ثلاث ساعات القدر ينس هي غير نبوض على الحالة ياك لكن لا تدرمك دي تدرمن اللي كون اللي تقويت يمد وصل يمد مع اللي يدرم من التسعينات تشفى بكل اسف باش تمشي محمد بوريات شو ما سقروا ليش الكلب باللي المدرسه من كبرى عطاش عطاش يسجل في شي قال لك الكل تاع المشروع الوطني العربي الاسلامي يقول 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 لي عباس ما داني وكنت مجهز حكمهم يقال لي لا ديال الاغتيابيين ديال لي زوكسيدانتو يقال لي يدير جنب بريد قبل لا اي ديال الكولاجيريا ما طلعش في الجيريا نتاع ما طلعش في 100000 اللي كان دار الجيريا كبرى ما طلعش في الحمد لله ما طلعش ما في السواليف اللي في الجيريا من المستوى البسيط ديال الصحف الفصحى يعني لكل الجيريا الوقت اللي تجد الاثر داكلاس قال لك ايش دار من شويه شويه انا من الاصلاحات في الاصلاحات واش عندهم مبكر بالمزيد مبكر بالمزيد الى ميكانيسيان دافيون تكون اوكرانيا يخضع الفكر التربوي يخضع كلشي انا ودي يقول لي المستشار يقول لي قال يخضع ناكل التربيه مع الفكر التربوي استدير اما كنبقى نعرف التهذيب التدريجي خلاص باش تدرب تدريجي باري باب باش تبدو تو النيفو
فالدنيا فيهش وشعوات ولا المستوى من النخبة التربوية على خدم الإشراعات فالكذا على خدم لا شفت الكلام لا شفت ذلك خطر باش تقرض الزاد أمشي راه باش تقرض الزاد والسعناش باش تقرض الزاد أقليم على الطريق ولا المغمول الكتب المدرسية بون الفاكول بليك اقشيش اجوز الى قاش سخفان كاين تخمم مشى يتفكر باش سنسكي لهم كاين يحفظ ولكن شاشو المامون الكتاب باش تقي شاجو المامون الكتاب ديال جرنا يسعى العلاقه بالمنهج المنهج ديال خاطر ما بلو المناهج ماشي من ولا غادي يكون المنهج قال لك تكون صفر انت الى حكم سميش الله وسايته وكذا لا معنى شنو فهمتي قال لك قال لي شنو حوايج الدوله بالاطارات ولا قال فرق التقاعد مازال نوقفني قال لهم 65 70 سنه المفكر الطرباوي ما يهدف اكثر يعني ولا غش انا ندير شنغي وانت الى مدير التعليم الابتدائي بالوزاره سميش عبد الفريد تنسيب رئيس لجنه تكوين المناهج والباقي الطاش قسمه والمجالس في العين زعما لازم نسيولو نمشيولها الدنيا خشيت يعني قرح بزاف خاطر اللي غنقا الفولات تتسيبي ب 2006 وقبل هذاك العمر خاطر شو علاه السابوتاج اقلال ونيفو لانستيتي بيداغوجيك ناسيونال. استاذ بليك الطريق ولا شرا الافقال زافي. نعم استاذ محمد الحسن كي القيمه كي ذناغ ما ولا شو غيليف ادو غالا غار استاذ عبد الوهاب زعتري استاذ عبد الوهاب زعتري مازالتي كي ذنا استاذ عبد الوهاب زعتري نرجع ليك يعني دو 3 مينوت لو سمحت يعني كيفاش راك تشوف يعني الاستاذ محمد الحسن كيلال قال لك الجزائر يعني عندها اطارات اطار يعني دي كونيسور وعندها دي جون ديكسبيريونس ممكن يعني يعني اون فا ايسي دي ليزيتوليزي باش نخرجوا من المشاكل هذه تاع القطاع ولكن هذا اطارات يعني هم مشوا كيفاش راك تشوف يعني ما هو المخرج؟ نعم انا موافق معاه 100% هو هم مشوا واللي برزوا من لي فرانكوفون كي نو بارل دو مودرنيتي نو دون نون دوني كو دو لا بيروكراسي وهذيك ولي زارابوفون ثاني كي ديفوند ليدونتيتي نون با كوم سون كوم comme on a fait apparaître les incompétents, ils n'ont pas pu faire émerger yani, une langue moderne, modernisée, ou la, une religion qui est basée sur l'intelligence, sur l'ilm, sur Mais comment s'en sortir? Il faut que nous ayons un minimum de démocratie pour pouvoir faire les choix de nos représentants. À ce moment-là, tous les programmes seront faits dans la transparence. Moi, je donne des black box qui même d'ailleurs, madame Ben Ghebrit, des programmes. Donc, dans la transparence, avec la participation et l'accord de la société algérienne avec tous les représentants. C'est de cette manière, les institutions icono-transparentes, à ce moment-là, nous allons faire des choix qui sont conformes à notre identité tout en allant vers le modernisme comme tous les pays du monde. Les Japonais avec leur langue, ils sont modernes. Les Allemands avec leur langue, ils sont modernes. Les Chinois avec leur langue, ils sont modernes. Nous sommes avec le berbère, l'arabo-berbère, nous pouvons émerger dans un Maghreb très très moderne avec yani, les spécificités tana, sans aucun problème. Mais il faut que ce pouvoir, yani, nous y revenons chaque fois. Le frein, les problèmes, c'est le pouvoir qui s'accroche et qui travaille dans le noir. شكرا سي عبد الوهاب زعتري، استاذ عبد الوهاب زعتري تنمرتيك ادو غالغ مثنا ادير عاشور ذم سلاذي وسقا ممكن دنيا ذي الكونسي دي ليسي دالجيري سي يدير يعني انت ولي يغف لنا كين تغال نقول سكاس اتصلت دي قارن باللي حريشه قال لي دوكاسيون ذا حريشي قهلكن ذا شو رايك سيدي؟ انا استنى النتيجة ذا حريشي قهلكن اثنين نبغات نداوي ايه لا معنى الدور يدو فلكا ونزار ما كنا دويت الحال نخاطي نتمنى ياك
أكن صار دوايا هي وتنظر ما سوال ميل هلاي أكنيني العسل معينم ما إلام سوالة ما تشيتين الدواء أبنيني ما تشيتين الدواء إلاق إلاق نصوت أنسعو لكل العالي الجزائر من وغان سعو تمود العالي قرض المثل ويبغانا بيهود المجتمع أبيهود لكوليس ويبغانا بيهود لكوليس أبيهود الشيخيس لما نقلق نسوالة على حسابتي لوفا وسا عشان نهود من الشيخ المعنى بغانا بهود من لكم والمعنى بغانا بهود من الله صوفيتي دونك نتمنى عند عاوزنا بقلم عند كونا من الشيخ على يدمنو شارج لكم اي وفق من نو بروغرام الى قل نو بروغرام الى قل دبوان دفل سيون تيفي انا بس انا قد جلال دبوان دفل ايديولوجي بس تجعب انطور كيو وزيوانا في حرام إذا خطنا وعب الشرخ لعطنا وعب الغار قلت لك لي نبغاتي للتزايري لكم أيه نبغاتي لكم أرجريان في نفا في كلسة بروغرام نبغاتي لكم لبن في أرجريان ماشي تشرقي ماشي تغرب صحي صحي تسيدي رايما نبغاتي تسوي نوع البروغرام لقوات الرجل بالسعودية لقوات الرجل المان يتعدي كومبيتونس صحيت سيدي الأجمع يدير عاشور دام سلاف ديوس قاموت سناوين سيل دزاير قلاني كي نعطي ميرثيك هذو غالا أستاذ محمد الحسن كيلال أولا قارو أستاذ محمد الحسن كيلال ثلاثة دقائق مولا شغي ليف يعني مس يدير أرد يقرب اللي هدن الشيخ وفي كان أرى أزلي الشيخ يعني ما هدن الشيخ هدن أغرفاز لا كل تمور أستاذ محمد الحسن شو سمو فك الدم أنا سمو فك سمو أرجوي الدم زخت الدم قبل أرجوي ليكون أرجوي الدم ضعف إذا بلعبد 20 سنة بلعبد صوت ليكون أرجوي أتوغل على نيفو تقرحوا بلاش بزاف يتمنى بلي أتشوي بلو فكرة ليونا معنا سولا ولاش ليا خاطر نزيد بوليتيك ولاش ولاش قررت الفوز خاطر ماشي بن عبد العزيز بوتفليقه ولا ماشي كيبان هذا الشكل هذا الشكل النخبه اللي وجد هذه لورينتاسيون ليديكاسيون ليديكاسيون ناسيونال ما اش في الدنيا كنا الكوميتي سونترال ديال المركزيه داك الشيء ماجوريتي ما عادش مشى اسمه ديك عبد علي بن محمد عبد القادر بن محمد حتىش يسمعون سعال القضاء على ايام بالتفكير بالتفكير بالتنظيم التربية فولي دابا ديال يا شي قال لك لا الحين الحين شان لا وتهك قال لك بغينا كدير بكل اسف بغينك صغار يقول لك دائره ما الجامعه المستوى زيرو استاذ ايديولوجيا ما ايديولوجيا واش ايديولوجيا فتوجيه تاع الدم بين الكل كل شيء توجه إلى الاقتصاد. الاقتصاد. الأقلاص دو يعني خشم الداخل اسميه الاقتصاد الماشي. اللغة سال اللغة سوق تفاعل الماشي. لكن هنا ما بتفعل قبل شو بيكسبنا ودي. الدين أبو أبريز إزاليا. ما استدعي إجريك طالب بشر تفعل إسلامي عند الاقتصاد حتى تبي. نحن لدينا لغة مستفاد شاف. بعو غاش غاش كشي المعهد التعليم العصري والشؤون الدينيه والباقي التربيه الاسلاميه ديال البروغرام ديال الكريكيلوم وكلش مي سوري ديال الجيب يصير حنا بدينا في الزوايا باش من بعد شويه شويه تحط الى قل بريفيتيزاسيون اللي غاديرو سينما تحلل المظهر شو البريفي سيكتور بريفي اللي خدمت ديرو سينما بريمير اما اليونيفرسيتي نعم شو التربيه الاسلاميه يبغى يصغر من زوايا العمر مش قاعد الجماعه المحمد استاذ محمد الحسن اكيلال يعني مازال كان دقيقه مولا شغيليف اسك يمثنا يعني الاستاذ عبد الوهاب زعترين انت يعني لي بروف اليونيفرسيتي يناد ونزميرا رانا وض يعني الاصلاح التربوي نغف الدلين يعني انا غرفاز دي ثمورتنا لو كان يتليارا يتوشد مقارن الاصلاح السياسي نغف الدل ذو النار تسرسيت لا بد من كيف فراغ سياسي لا دخل في موت تبرار 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 أتعيش شنو ذاك القرار كان صعب أسمع أنتوا الوعر
ولاش صار كل شيء مربوط من الأحزاب الموالاة من السلطة كل شكل يتراجع 10 شهادين مش الرئيس دونك إلى الفيد إلى الفراغ الفراغ هذه إساءة تأثير الجانب السياسي السياسة ترتبط ارتباط يعني ارتباط عضوي للتربية في الفكر التربوي لما دير السياسة دير التربية ما دير التربية لا السياسة صح بيقوم يعمق أكثر بالإيديولوجيا حزب ساعة الإيديولوجيا تنسي يمين يسار اشتراك يأسمالي الأمة لا ناسيون شكل ناسيون ساعة الإيديولوجيا البدلس باش الإيديولوجيا الأمة الإيديولوجيا الأمة من الأمة الفزارية صح ما تخصب الأمة فزارية محصوم حتى أنا كنت عارف لك 62 نابسي كونت كات لي برانسيب لا ريفوليسيون المبادئ الثورة المبادئ الثورة وإلا قرأت ويمثل داخل لي بروغرام داخل لي كيريكيلو أستاذ محب الحسن غاش شكليين الليل لا معنى المضمون بين فكر القشيش باش عاد تفكر القشيش شفتي ولا يكتب شنو فايدة النيفو داكلاس تريبا المستوى هابط يعطيك الصحة أستاذ محمد الحسن كي لا تسمح أنا غنبوض ثقيرة بوهي لاقي أكيد شكرا غطاس الطاس بغا كان نشكرا يوك وكيد ديكش من أكيد ناغ أستاذ عبد الوهاب زعتري ما سيدير عاشور وكذا الأستاذ محمد الحسن كي لا يعطيكم الصحة ميثقم من أكيد ناغ ثكم ثم الزوغ ثون دينا غار ثمين ليت النيض إن شاء الله قيمة ذيل هنا ربي السلام عليكم ورحمة الله ثان ميرثنون